فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز ترك الزوجة والسفر لمدة أكثر من 6 أشهر لطلب الرزق؟ إذا كان محتاج إلى السفر لطلب الرزق له ولها فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، إلا إذا كان عليها ضرر فبإمكانه يأتي بعض الأيام أو بعض الشهر ويرجع العمل. اليوم الحمد لله وسائل النقل السريعة متوفرة، هم مثل من أول. نعم.